السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم أعزائي الطلاب بكل خير. أنا المعلمة نهلة الشرقاوي، سأروي لكم القصة المسائية لهذا الأسبوع بعنوان رحلة إلى السماء، وسوف أكمل من حيث انتهت زميلتي في الأسبوع الماضي عند عام الحزن في الطائف. وأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يفتح للدعوة بابا آخر، فقرر أن يذهب إلى مدينة الطائف ليدعو قبائل ثقيف إلى الإسلام. فخرج من مكة سائرا على قدميه في طريقه إلى الطائف، سار ميلا وراء ميل، والميل 1609 أمتار تقريبا. سار 5 أميال و10 و20 و30 و40 و50، سار نحو 50 ميلا على قدميه في قلب الصحراء الموحشة القاسية، حتى وصل إلى الطائف بعد رحلة شاقة مرهقة. فعرض على أهلها الإسلام وظل يدعوهم 10 أيام، ولكنهم ردوه ردا سيئا وطلبوا منه أن يخرج من مدينتهم، وأثاروا عليه صبيانهم وسفهاءهم وهو خارج، فوقفوا له صفين يسبونه ويرمونه بالحجارة، فأصيب في قدميه وسالت منهما الدماء، فتركهم وسار، وحزنه على قومه أكبر من آلام قدميه، حتى وصل إلى كرمة في بستان، فجلس في ظلها لينال بعض الراحة ويستعد للسير على قدميه الجريحتين 50 ميلا أخرى في طريق العودة، وتذكر أنه سيعود إلى مكة حيث التكذيب والتعذيب والاضطهاد الذي استمر 10 سنوات متواصلة، وتراكمت على نفسه الشريفة الآلام والأحزان، واتجه إلى الله يناجيه ويقول: ثم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين، وأنت ربي إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، غير أن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن يحل علي غضبك أو أن ينزل بي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. المحنة والمنحة. بعد هذه الآلام والأحزان وبعد هذا الصبر الطويل الذي استمر 10 سنوات متواصلة، وبعد أن وصلت المحنة إلى القمة وضاقت الأرض على المسلمين بما رحبت، جاءت المنحة الفريدة معجزة السماء، النفحة الإلهية الفريدة الخارقة التي لن تتكرر في حياة البشر على هذه الأرض. كان الرسول صلى الله عليه وسلم نائما بالليل في مكة، فجاءه أحد ملائكة الله المقربين جبريل عليه السلام، وأيقظه من النوم، وقدم له مخلوقا عجيبا لا يشبه حيوانات هذه الدنيا، في حجم الحصان تقريبا، لونه أبيض وكأنه يتلألأ بالبريق واللمعان، وإذا سار فكأنه البرق الخاطف واسمه البراق. جبريل عليه السلام طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يركب البراق، فركب وانطلق به البراق يطوي الأرض كالبرق الخاطف الذي يلمع في السماء، فكان يندفع بسرعة الضوء ويضع قدمه عند آخر مسافة يراها بعينيه، وفي الحال وصلوا إلى المسجد الأقصى بيت المقدس في فلسطين، وصلوا في الحال وكأنهم لم يأخذوا أي وقت في الطريق. فنزل الرسول صلى الله عليه وسلم وربط البراق في حلقة باب المسجد الأقصى، ودخل صلى الله عليه وسلم مع جبريل عليه السلام، فوجد الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم في انتظار محمد صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء وخاتم المرسلين، وقابلوه بالحفاوة والترحيب.
الأنبياء صفوفا ليصلوا وانتظروا حضور الإمام، وهنا تقدم أمين الوحي جبريل عليه السلام من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأخذ بيده وقدمه ليكون هو الإمام الذي صلى وراءه الرسل والأنبياء. صعود إلى السماء. كانت هذه رحلة الإسراء العجيبة. قال تعالى: بالله من الشيطان الرجيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. ثم بدأت رحلة أخرى أعجب وأروع، هي رحلة المعراج للصعود من الأرض إلى السماوات العلى، والتقى فيها بعدد من الرسل والأنبياء. في السماء الأولى التقى بآدم عليه السلام، في السماء الثانية التقى بعيسى عليه السلام، وفي السماء الثالثة التقى بيوسف عليه السلام، وفي السماء الرابعة التقى بإدريس عليه السلام، وفي السماء الخامسة التقى بهارون عليه السلام، وفي السماء السادسة التقى بموسى عليه السلام، وفي السماء السابعة التقى بإبراهيم عليه السلام مسند ظهره إلى البيت المعمور الذي يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه مرة أخرى، وإنما يأتي غيرهم، سبحان الخلاق العظيم. ثم رفع محمد صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى التي ينتهي عندها علم الملائكة، ولم يجاوزها أحد إلا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. المنتهى في هذا المكان الجليل الذي تخشاه الفيوضات الربانية والأنوار القدسية التي لا تدركها العقول ولا تحيط بوصفها الكلمات، عند سدرة المنتهى توجد جنة المأوى التي تأوي إليها أرواح المؤمنين الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. في المنتهى شاهد الرسول صلى الله عليه وسلم أمين الوحي جبريل عليه السلام في صورته التي خلقه الله عليها، وهي صورة مهيبة هائلة، لأن جبريل عليه السلام ملك شديد البأس، منحه الله قوة شديدة رهيبة ينفذ بها أوامر الله سبحانه وتعالى. وقد بلغ من قوته أن الله أرسله إلى قرى قوم لوط عليه السلام عندما استحقوا العذاب، فاقتلع قراهم وبيوتهم ثم رفعها إلى السماء وقلبها فجعل أعلاها أسفلها وألقاها على الأرض. وعند سدرة المنتهى رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أنهار يخرج من أصلها نهران ظاهران ونهران باطنان. رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جبريل، ما هذه الأنهار؟ قال جبريل عليه السلام: أما النهران الباطنان فنهران في الجنة، وأما الظاهران فالنيل والفرات. وقد قال بعض العلماء إن نهري الجنة هما السلسبيل والكوثر. وقد عرف الرسول صلى الله عليه وسلم مما رآه أن رسالته ستنتشر في أقوى دولتين في العالم في ذلك الوقت، دولة الفرس حيث نهر الفرات، ودولة الروم حيث نهر النيل. وقد تحقق هذا بعد ذلك في عهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. وهنا تنتهي قصتنا المسائية لهذا الأسبوع. ألقاكم على خير بإذن الله طلابي الأعزاء الأسبوع القادم في قصة مسائية جديدة. شكرا لكم، مع السلامة.